السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف حاجة زي السكراتش كده، تمام؟ موقع اسمه ايديو بلوكس، اديوكيشنال بلوكس. هن خلاله هنعمل برنامج بسيط كده وظريف، ونشوف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل وازاي ان احنا نحلها. انا سميت المشروع بتاعي او، وقلت له خليه بايثون 3، في لا اما بايثون 3 لا اما اتش تي ام ال لا اما مايكو وهكذا. فانا اخترت بايثون عشان الناس تبدأ تاخد بالها الشكل بتاعها بيبقى عامل ازاي، وتبدا تتعرف على لغه البايثون عامله ازاي. دي هنا بلوكس او تكست اونلي؟ لا انا عايز بلوكس. تكست اونلي يعني هتكتب تكست وخلاص. بلوكس بيسهل عليك ان انت تفهم الفكره. طيب انا هو بدات الكود بتاعي هنا امبورت. لو انت في مكتبه معينه محتاجها تقدر ان انت تسحبها، تمام. اليوزر فاليو، انا عايز بقى اضيف فاليو معينه وليكن مثلا نسميها يوزر فاليو، يعني القيمه اللي المهندس دخلها، تمام. بالشكل دوت. طيب عايز ابدا اقول له بقى ايه القيمه دي هتساوي كام، فاقول له اليوزر فاليو دوت هتساوي، واخلي بقى المستخدم هو يدخل قيمه. برنت هيطبع؟ لا انا مش عايزه يطبع، انا عايز ايه انبوت، تمام. وات از يور نيم او اي رقم انت عايزه، مثلا وات از يور نمبر، خليها نمبر بدل نيم. وناخد بالنا من حاجه، ان هنا اي ده الكود بيتكتب ازاي، تمام. فبيقول لي خلي بالك ان انت هتغير هنا ممكن ياثر على هنا، تمام. فانا قلت له مثلا ستارت كود هير، ده معمول عليه العلامه ديت هاش، معناها ان دي كومنت تعليق مش هتنفذ. امبورت تايم كتبها لي في متغير هيساوي انبوت، والقيمه دي اللي هتبقى موجوده. طيب عايزين نجرب مثلا ان احنا نعمل حلقه، فهقول له انا عايز لوب واقول له فور. طيب ممكن هنا هيكرر حاجه ده 10 مرات، لا انا مش عايز يكررها 10 مرات، انا عايز يكررها لي بقيمه اليوزر فاليو اللي احنا عاملينها. طيب عايزه بقى يطبع لي القيمه نفسها، فاقول له اطبع لي برنت، تمام. واقول له اطبع لي ايه اليوزر فاليو. طيب خلينا بقى نحاول نحلها، نشوف المشكله وحلها. بيقول لي ما هو رقم بتاعك، فاقول له مثلا 11 ودوس انتر. قال لي بقى في مشكله، تعال نشوف ايه المشكله ديت. المشكله هنا ان الرقم او القيمه اللي دخلت هنا هو اعتبرها مش نمبر، اعتبرها انها تكست. ففي طريقتين للقصه دي. الطريقه الاولانيه ان انا اغير المتغير، اقول له ان ده غيره الانتجر. فلو دخلنا في الستيتمنت وقلت له انا عايز احوله لانتجر بالشكل دوت، يعني القيمه نفسها بكل اللي فيها حولها الانتجر، تمام. ونقول له بقى ايه ران. فزي ما انت شايف لما قلنا له الرقم بتاعك 7 فبدأ ان هو يكرر لي الموضوع دوت. طيب تعالى ممكن نشوف حاجة تانية، يعني دي كده اتحلت، فاحنا ممكن ندور على حل اخر. وان كنت صراحة شايف ان الحل اللي احنا عملناه دلوقتي افضل، لكن ممكن في حل تاني ان انا هعمل متغير تاني واقول له خد القيمة من هنا. فهو الفكرة بتاعت البايثون هيفهم ان دي قيمة معمولة انتجر، يعني عامل ايه، هعمل فاريبل تاني واقول له الفاريبل دوت سموه له يوزر فاليو. طيب اللي يوزر نمبر هو بيقول لي ان هو موجود قبل كده. طيب اليوزر نمبر دوت، تمام، هاخده كده واقول له خد الرقم من هنا، تمام. فلما ياخده حتى لو ما قلتوش انتجر هيفهم ان ده انتجر، تمام. انا بس ايه بأمن الكود بتاعي بزياده. طيب هنا يطبع لي ايه، هنا ممكن اقول له بدل يوزر فاليو خليها يوزر نيم، وهنا خليها يوزر نمبر، تمام. طيب بعد كده ممكن اروح مزود حاجه اهو، ان انا هقول له ده هيساوي اليوزر نمبر وزود عليه 1. فلازم ادخل بقى للعمليات الحسابيه واقول له اهو، واقول له ان ده يوزر نمبر زود عليه 1، واطبع لي بعد كده
بدل اليوزر نمبر اليوزر فاليو لو انا حابب ان هو يطبعه، او ممكن اقول له ايه وقف لي الحاجه لمده ثانيه. اعمل ازاي اوقف الحاجه دي لمده ثانيه؟ بسيطه، هلاقي حاجه اسمها تايم سليب، ممكن ايه عشان نسرع البرنامج شويه اقول له نص ثانيه ودي الغي. طيب تعال نشوف الكود بقى كده، اقول له ستوب واقول له رن تاني. انت حاول تقرا الكود اللي مكتوب هنا لان ده بلغه البايثون، فواحده واحده بكل سهوله تقدر تفهم الكود بيتكتب ازاي. يعني هنا البرنامج بيستغله ان احنا نفهم لغه البايثون ونفهم فكره البرمجه بتبقى ماشيه ازاي. تمام، بيقول لي الرقم بتاعك كام، هقول له مثلا 12. ثانيه واحده، انا هنا مش عايز ياخد ده، انا عايز ياخد اليوزر فاليو، او ممكن نحط له انتجر كمان لو احنا حابين. ونقول له شغل، فهيبدأ بقى يكتب ايه الرقم ويزود عليه، يكتب الرقم ويزود عليه. يعني انا كتبت له 7 فقال لك 7 وزود عليه 2 كمان يبقى 9، زود عليه 2 كمان يبقى 11، زود عليه 2 كمان وهكذا، فبيبدأ يزود على الرقم. بدل ما كان الاول بيطبعهم 7 7 7 7، لا احنا زودنا اللي هي بلس 2. لو شفتها في البايثون هتلاقي ان اليوزر نمبر بيساوي اليوزر نمبر بلس 2. المثال بتاع النهارده كان فيه تغيير للفكره اللي احنا بادئين فيها في الاول، عشان نتضرب ان كل برنامج ساعات بيحصل فيه تعديلات.